جنديان إسرائيليان اعترضا بشكل مفاجئ سيارة يقودها شاب فلسطيني وبجواره أخته. الحالة أربكت السائق فلم يتوقف بشكل ملائم ليعاجل الجنود السيارة بوابل من الرصاص الحي، فيقتل الشاب محمد وتصاب أخته بجروح متوسطة. وتعلن إسرائيل أن جنودها تعرضوا لعملية دهس. إحنا جايين، حاولوا يعني أول ما شافونا صمدوا علينا البواريد بدون أي إشي. يعني أخوي حاول يحميني، فضل ماشي في السيارة، هم بلشوا علينا طخ. يعني هذا اللي صار، ولا ما في عملية دهس ولا إشي ولا بس. لطيفة لا تدري أن أخاها محمد قد فارق الحياة، وتروي أنها اضطرت لطلب المساعدة من المارة بعد أن انسحب الجنود الذين أطلقوا النار، حيث كان أخوها يعاني من جروح عادية كما وثق ذلك بعض الشهود في هذا الفيديو. لكن وبعد ساعة من نقله بالإسعاف الإسرائيلي أعلن عن مقتله. كيف بده يعمل عملية دهس لجنود مختبئين وراء المكعبات الإسمنتية؟ طبعا هذه كذبة، كذبة على العالم، كذبة علينا، كذبة على الجميع. احنا اصبحنا لا نساوي شيء في هذه البلاد. في ظل التسهيلات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية للجنود فيما يخص أوامر إطلاق الرصاص الحي والظروف المصاحبة، قتل العديد من الفلسطينيين في ظروف مشابهة، لا سيما عندما يكون إصبع جندي الاحتلال على الزناد أسرع من دوس السائق الفلسطيني على مكابح سيارته. ليست المرة الأولى التي يدفع فيها فلسطينيون حياتهم بسبب حوادث أو مخالفات سير. فبالنسبة للاحتلال الفلسطيني متهم حتى تثبت براءته، وإن كانت بعد إطلاق النار عليه. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.